السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. تابعونا بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة عراق أوبزيرفر، حيث نتناول مقال تشريعات مشوهة. رفض واسع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي يناقش اتساع ساحة الرفض الحقوقي والشعبي في العراق بعد قرار البرلمان إدراج التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 1959. يعرب المقال عن القلق من منح جهات دينية سلطة في مسائل الأحوال الشخصية، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في تطبيق القوانين وتفاقم الانقسامات الطائفية. هذا القانون احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات لا تتناسب مع التنوع الثقافي والديني والمذهبي في البلاد. التعديل الجديد المدفوع من قوى سياسية يهدف إلى منح جهات دينية سلطة في مسائل الأحوال الشخصية، حيث يمنح رجال الدين من الوقفين الشيعي والسني إمكانية إبرام عقود الزواج خارج المحكمة، مما أثار تساؤلات قانونية حول ما إذا كان هذا سيوجد زواجات لا تتوفر فيها الشروط القانونية كالعمر وغيرها. من الناحية القانونية، أوضح الخبير القانوني حيدر اللامي أن التعديلات المقترحة تفتح الباب أمام العديد من الإشكاليات القانونية، مثل التلاعب في أعمار الزوجين والتحايل على الشروط القانونية للزواج، كما أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى ازدواجية في تطبيق القوانين، حيث سيكون هناك نظامان مختلفان للأحوال الشخصية بناء على الانتماء الطائفي، وهو ما قد يخلق تباينات واختلافات كبيرة في كيفية معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة، مما يزيد من تعقيد الإجراءات القانونية ويضع المواطنين أمام تحديات جديدة في الحصول على حقوقهم. التعديلات قد تؤدي أيضا إلى صعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يمكن أن تختلف الأحكام بناء على الطائفة التي ينتمي إليها الأطراف، وهو ما يضعف من هيبة القضاء ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية والقانونية. وننتقل إلى صحيفة المدى، حيث يكتب القاضي سالم روضان الموسوي في مقاله قاض يفصل مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ويدعو ارجعوا عنه، داعيا السلطات إلى التراجع عن التعديلات المقترحة. يشير الموسوي إلى أن مواد القانون الحالي تغطي جميع جوانب الحياة منذ الولادة حتى الوفاة، ويؤكد أن الشعب العراقي بحاجة إلى قوانين تعزز وحدته وتماسكه الاجتماعي، بدلا من قوانين تقسمه وتثير النزاعات الأسرية. السؤال الذي لا بد منه: لماذا التعديل إذا كان ما يسعى إليه متوفر في النص الحالي؟ فخلال سنوات العمل بالقانون لم تظهر أي إشكالية شرعية على الأحكام القضائية التي أصدرها القضاء. خلاصة القول: أرى أن الشعب العراقي بحاجة إلى قوانين تعزز من وحدته وتقوية أواصره تجاه محاولات التقسيم وتفتيت اللحمة والنسيج الاجتماعي، وأدعو مخلصا على من تصدى لإصدار المقترح أن يرجع عنه، والأمل كبير في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بوقفة جادة تجاه تمريره، لأن أغلبية الشعب العراقي لا يمكن أن تختزل برأي وزير أو مجموعة من السادة النواب، وينصبون أنفسهم بمنصب القيم على هذه الأغلبية من أبناء الشعب. وإذا كانوا على صدق في نواياهم، أرى أن يعرضوا المشروع للاستفتاء والوقوف على رأي الشعب، بدلا من التفرد في القرار والعودة إلى الدكتاتورية المقيتة التي تصادر رأي الأغلبية. وقانون الأحوال الشخصية يختلف عن كل القوانين، سواء التي تنظم شكل الدولة أو التي تتعلق بالجانب الاقتصادي، لأن هذه القوانين لا تتعامل مع الجميع، وإنما لفئة معينة أو لظرف زمني أو مكاني محدد، بينما قواعد الأحوال الشخصية تمس كل مواطن مهما كان وفي أي مكان منذ لحظة انعقاد النطفة في رحم الأم ولغاية مماته وحتى بعد الممات،
وهذه الأهمية لابد وأن تراعى عند التعامل مع مثل هذه القوانين. ذكرت صحيفة ذا ناشونال الصادرة باللغة الإنجليزية نقلا عن وثائق رفعت عنها السرية أن رئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير كان قبل غزو العراق عام 2003 يعتبر أن بريطانيا لا يمكنها الوقوف جانبا وعليها التدخل، أن حكومة لندن بذلت جهودا من أجل مواجهة اعتراضات أوروبية على الحرب المحتملة. وبحسب الوثائق التي نشرها الأرشيف الوطني في بريطانيا وترجمتها شفق نيوز والتي يعود تاريخها إلى الفترة من 1999 إلى 2003، فإن حكومة بلير كانت حريصة على التحرك لمنع تعزيز الدعم للمعارضة التي أظهرتها فرنسا وألمانيا للحرب على العراق. المذكرات المتعلقة بالعراق من بين آلاف الأوراق التي نشرها الأرشيف الوطني البريطاني تتضمن برقيات دبلوماسية ومذكرات جرى إعدادها من أجل بلير عندما تحدث إلى زعماء أجانب، ومذكرات في مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت والتي قام بكتابتها بخط يده، وهي وثائق تشمل الفترة ما بعد هجمات 11 من أيلول سبتمبر عندما اعتبر بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش أن العراق وصدام حسين يشكلان التهديد الخطير المقبل. وذكر التقرير أن ديفيد مانينغ الذي كان مساعدا لبلير أشار في مرحلة مبكرة من مارس آذار 2002 خلال اجتماع مع السفير الألماني في لندن أن الولايات المتحدة اتخذت قرارها بشأن تغيير النظام في العراق. وتابع التقرير أن بلير اعترف علنا في العام 2004 بأن المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن صدام كان يمتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية كانت خاطئة. ولفت التقرير إلى أن الحرب استنزف الشعبية بلير على الرغم من فوزه بفترة ولاية ثالثة في العام 2005 بأغلبية أقل بكثير، إلا أنه ترك منصبه بعد ذلك بعامين. وتابع التقرير أن تحقيقا بريطانيا توصل في العام 2016 إلى أن بريطانيا ذهبت إلى الحرب عندما كانت الخيارات السلمية لا تزال مطروحة على الطاولة. تنتشر عشرات الشركات الأمنية الخاصة في العاصمة الاتحادية بغداد يتركز عملها في حماية عدد من كبار الشخصيات والبعثات الدبلوماسية والشركات النفطية، بينما يشير خبراء إلى أدوار مشبوهة تقوم بها هذه الشركات تحت رقابة حكومية، رغم استياء العراقيين المتضررين منها في حوادث دامية عقب التدخل الأمريكي. وكشف عن مجموعة أمنية أجنبية عن تواجد 80 شركة أمنية خاصة تتمركز في كل من العاصمة العراقية بغداد ومحافظتي البصرة أقصى جنوب البلاد وأربيل، رغم تواجد أعداد مليونية من القوات الأمنية المحلية في العراق. وبيّنت الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين في مقال يبين أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة لديها رغبة قوية في التواجد النشط لهذه الشركات في العراق، حيث تقدم خدمات احترافية أهمها تدريب الجنود إلى جانب الدعم الدبلوماسي والعمليات التجارية والأنشطة العسكرية الاستخباراتية والمرافق الأمنية وتقديم المشورة لقوات الأمن. تنتشر عشرات الشركات الأمنية الخاصة في العاصمة الاتحادية بغداد يتركز عملها في حماية عدد من كبار الشخصيات والبعثات الدبلوماسية والشركات النفطية، بينما يشير خبراء إلى أدوار مشبوهة تقوم بها هذه الشركات تحت رقابة حكومية، رغم استياء العراقيين المتضررين منها في حوادث دامية عقب التدخل الأمريكي. ووفق وكالة شفق نيوز، كشفت مجموعة أمنية أجنبية عن تواجد 80 شركة أمنية خاصة تتمركز في كل من العاصمة العراقية ومحافظتي البصرة أقصى جنوب البلاد وأربيل عاصمة إقليم كردستان، رغم تواجد أعداد مليونية من القوات الأمنية المحلية في العراق. إن شركات الحماية الأمنية الخاصة قدمت مع الجيش الأمريكي لحماية المصالح الأمريكية والبريطانية قدمت بعد عام 2003، ومنها شركة بلاكوتر،
وأردف رغم تأسيس مديرية حماية المنشئات والشخصيات في وزارة الداخلية عام 2006-2007 والشخصيات والوزراء والمنشئات والفضائيات تحمى من قبل هذه المديرية، لكن بقيت هذه الشركات تعمل وتجني أرباحاً خيالية، وربما يصل الأمر إلى ابتزازها جهات حكومية والقيام بأدوار قدرة في بعض الأحيان من أجل تحقيق مصالحها. كما كشف عن وجود مكتب في كل شركة أمريكية وبريطانية خاصة يدعى العمليات، يديره عناصر من المخابرات يتولى إدارة العمل فيها، مبينا أن إدارة الشركة التي كانت تتولى إدارة مطار بغداد أمنيا سابقا جميعهم من عناصر مخابراتية. نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريراً تحدثت فيه عن حادثة انقطاع الشبكة العالمية الذي شهدته شركات مثل مايكروسوفت وكرواد سترايك، مما أثر بشكل كبير على صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية. وكشف عن هشاشة الأنظمة التقنية التي تعتمد عليها الشركات الكبرى. قالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته عربي 21 أن الفشل العالمي لتكنولوجيا المعلومات يوم الجمعة قد يكون هو الأسوأ في التاريخ. لكن ما هو سبب هذه الكارثة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؟ ذكرت الصحيفة أنه سواء كان الأمر يتعلق بحادثة غير دقيقة أو أي نوع آخر من الأخطاء، فإن فكرة أن خطأً روتينياً في المكتب الخلفي من مبرمج شركة مجهول الهوية يمكن أن يؤدي إلى توقف العالم يكشف مدى هشاشة الأساس الذي بني عليه الاقتصاد الحديث. تحت قيادة ساتيلا ناديلا حولت مايكروسوفت نفسها إلى واحدة من أكبر مقدمي خدمات الحوسبة السحابية في العالم. ويدور القسم أسطول عالمي من مراكز البيانات التي تتعامل مع التفاصيل الرقمية الجوهرية لملايين الشركات، وتضم البيانات الأكثر أهمية لأكثر من مليار شخص، بدءا من رسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المالية وحتى مقاطع الفيديو والصور الشخصية. وكان شركة كراود سترايك التي تأسست في سنة 2011 على يد جورج كوردز المخضرم في مجال الأمن السيبراني في وادي السيليكون قد حقق سلسلة انتصارات ملحمية. وفي السنة الماضية على سبيل المثال حققت مبيعات بقيمة 3 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 60 ضعفا عن 52 مليون دولار التي حققتها قبل 7 سنوات. وبحسب الصحيفة حاول المحتالون الاستفادة من العطب من خلال تقديم تصحيحات برامج مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال خبراء الأمن السيبراني إنه لا ينبغي لأحد أن يدفع مقابل الإصلاح، ويجب أن يكون حذرا من أسماء النطاقات المشبوهة. السؤال المطروح هو من سيدفع الثمن؟ إذا حكمنا من خلال أسعار الأسهم فبالكاد تزحزحت أسهم مايكروسوفت في حين انخفضت أسهم كراود سترايك. وقال آيفز إن الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك لن تكون ضئيلة. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. إذن مشاهدين، بدعوة من منظمة عمال من أجل فلسطين حرة
شارك أكثر من 400 نقابي في بريطانيا بقطع الطريق إلى مصنع للأسلحة في مقاطعة كنت جنوب شرقي العاصمة لندن ومحاصرته، وهو الذي يوفر عتاداً لسلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي. ويعد هذا التحرك الثالث الذي تقيمه المنظمة، وضم المشاركون في الفعالية عمالاً في مجال الصحة والضيافة ومعلمين وأكاديميين وفنانين وغيرهم ممن هم أعضاء في مجموعة واسعة من النقابات العمالية مثل يونيت ونقابة التمريض يونيجين، والعاملين في مجالات الصناعة والتعليم وأطباء والاتحادات الطلابية والجامعات والصحفيين. وتم تنظيم الحائط البشري بالتزامن مع حراك مماثل في كل من الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا ومختلف أنحاء أوروبا أمام مصانع تصدر أسلحة إلى إسرائيل. كما تزامن مع احتجاجات عمالية في واشنطن وأستراليا أخيرا لتعطيل السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل، رفض النقابيون في بلجيكا وبرشلونة تحميل المعدات العسكرية المرسلة إلى دولة الاحتلال. والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. 83 طائر صغير، طائر النحام الوردي الكبير اللي تم إجلائها من سبخة تنسيلت بعد ما شاحت السبخة، وراهي بصحة جيدة وعافية والحمد لله، راهي التحقت بهم أبائهم. احنا الان في منطقه تينسيلت، هي منطقه تسباخ بحيث يتكاثر فيها طائر النحام الوردي. هذا العام جاء بكثره للمنطقه هذه وعشش فيها بحيث احصينا تقريبا 600 عش، ولكن للاسف الشديد بعد ما جفاف السباخ لعوامل عده منها الجفاف، كما راكم تشوفوا نفقت عديد من الطيور، والطيور أخرى خرجت للطريق السريع بحيث ولات في حوادث مرور عدة. وكما راكم تشوفوا هذا هما العشاش تاعهم، هذا هو العش، هذا العش، هذا البيض، هذا العش، هذا البيض أبوندوني، هذا بجراء تدخل الإنسان إلى هذه الأماكن، هذا كامل أبوندوني. كاين تقريبا 150 حتى 200 بيضة أبوندوني. كأصدقاء للطبيعة نهزوه وننقلوه إلى منطقة أخرى فيها الماء اللي هي منطقة المحايدية، والحمد لله درك راهو بصحة جيدة. هذا جبته من السبخة تاع الملح، نهار كي رحنا ليه تسمى لقينا الجماعة قاعدين نقضوا فيهم ومنا، هذا سماك تاع الطوموبيل هذا، وناديناه البيطاري صويناه وجبناه حطيناه لهنا، ومن بعد كي تعافى ومنا نقلبوه لي مع خاوته. وراه هذوك تتعلم في مراحل الطيران، عن قريب إن شاء الله راهي تولي تحلق. ونطمنوا الناس كل باللي راهي بصحة جيدة، وراه متوفر الماء كما راكم تشوفوا، ومتوفر الطعام اللي يقدر يساعدها باش تكمل مسيرة الحياة تاعها. وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.